في يوم كئيب من أيام تشرين الثاني، في عشية ليلة ظلماء بساحل اللاوعي، رقصت أنا والشيطان على ذكريات حزني، عندما أقبل إلي شامتا في هيئة حسناء تمجدها العفاريت التي ترقص حول نيران حزني، وهمت بتقبيلي عندما حدقت في عينيها ظنا مني أنها حبيسة ذكرياتي عندما كنت مراهقا في سن الزهور البيضاء، وقالت لي بنبرة تعتليها السخرية: ألم يفتنك سحري؟ فضحكت وضحكت وضحكت حتى زادت ضحكاتي، وأدرك العفاريت اشمئزازي، وقلت لها: لو كنت عبدا للجمال لقبلت عيني بالشوق عينيك، ولو كنت مغرورة بالسحر لتقلبت نظراتي قبلا على وجنتيك. فصاحت وصاحت وتغيرت ملامحها وقالت: ويلك يا ابن آدم من غضب الشياطين. فأحلتها عني بقوة وقرأت سورة الجن وآية الكرسي والمعوذتين، فامتسخت من ناظري وبقي سحرها جذوات لا نار بها تتقافز وتتناثر حولي لتخيفني، وواصلت الترتيل حتى وصلت عتبة داري مجدداً.